الذين يقومون برعايته حاليا لنقله لأحد المراكز المتخصصة التابعة للوزارة. أعلن السفير البريطاني جون كاسن عن انتهاء مدة عمله في القاهرة وعودته إلى بلاده مرة أخرى قائلا: ليس وداعا وإنما إلى لقاء، ما تقطعوش بيا. ونشر السفير البريطاني مقطع فيديو ليودع من خلاله الشعب المصري قبل رحيله من قلب شارع المعز، وتعهد خلاله بأن سيظل يتابع إنجازات المصريين ويشجع محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني من المدرجات. أنا بكلمكم النهاردة من واحد من الأماكن المفضلة لي هنا في القاهرة، وهو شارع المعز لدين الله. والأسبوع ده تخلص مدة عملي هنا في القاهرة وفي مصر، وما ينفعش أمشي من غير ما أسلم عليكم. وأنا لسه فاكر أول يوم بتاعي زي ما هو النهاردة، ولسه فاكر أول تويت بتاعتي. انبسطت كتير بالحوار معكم، وأتعلمت كثير منكم، وأشتغلت كثير من أجل المصريين بسببكم. وأنا فخور بأن بريطانيا هي دلوقتي الشريك الأول لمصر في الاقتصاد، وبقت شريك مهم جدا في دعم رؤية الحكومة المصرية عشان كل مصري يستفيد من النمو الاقتصادي. لو أنت عايز تفهم رؤية المصريين وهم شايفين بريطانيا ممكن تفيد مصر ازاي، روح الى مكان ما المصريين عائدين، يعني تويتر وفيسبوك والشوارع، وتعلم من المصريين، تعرف عليهم، هتشوف ان المصريين هم ناس اللي على قلبهم على لسانهم. واحلى ذكرى هتبقى في بالي هو المناقشات مع المصريين. هتوحشني أماكن كثير في مصر، زي فطاطري حسين، زي باب الوزير، والناس طيبين. هأتابع إنجازاتكم، حتى سيطرة المصريين على سواتش. هأشجع محمد صلاح من المدرجات. إن شاء الله هقابل مصريين كثير في شوارع ولندن. فده مش وداع، إنما إلى اللقاء، ما تتقوش بيّا.